طبعا كنا بنتكلم مع حضراتكم في بداية الحلقة عن التضحيات اللي قدمها رجال شرطة البواسل من زمان ولحد دلوقتي. دلوقتي نتكلم عن تضحية سجلها البطل الرائد مصطفى عبد الرازق اللي استشهد أثناء مطاردة عنصر إجرامي سبق اتهامه في عدد من القضايا ما بين بقى مخدرات وسلاح، وده كان في محافظة أسيوط. امبارح سيادة الرئيس كرم أسرة أبطال البطل الرائد مصطفى عبد الرازق، ومعانا دلوقتي على التليفون لواء نور عبد الرازق عم الشهيد الرائد مصطفى عبد الرزاق. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا مصر، وصباح الخير يا وطننا الغالي. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني لو تعرفنا في البداية وتعرف السادة المشاهدين أكتر عن قصة تضحية البطل الشهيد الرائد مصطفى عبد الرزاق والحادث اللي استشهد فيه. الابن الغالي مصطفى عبد الرازق كان ضابط مباحث في محافظة أسيوط، وكلف من رؤسائه بالتوجه لضبط أحد العناصر المتاجرة في المخدرات من العناصر الخطيرة المسكرة على مستوى الوزارة. وأثناء تواجده في المأمورية والتعامل مع المجرم الخطر ده، فأصيب وانتقل إلى رحمة الله في هذه الحادثة الشديدة. كانت لها وقع وأثر شديد علينا وعلى المواطنين كلها في محافظة أسيوط وسوهاج. والله طيب انتوا يا سيادة اللي هو كأسرته ازاي استقبلتوا الخبر ده؟ لا يعني ما نقولش حضرتك حاجة، يعني احنا الحقيقة الضابط مصطفى كان من الشخصيات الجميلة والشباب الخدوم اللي بيؤدي واجبه بأكمل وجه وما لا يتأخر في خدمة المواطنين. وهم دول دايما يا فندم اللي الشهادة بتطلبهم زي ما بنقول. نعم يا فندم، هم دول هذه النماذج اللي حضرتك بتتكلم عنها دلوقتي، دول اللي الشهادة بتطلبهم. اعمل ايه يا فندم؟ الشهادة بتطلبهم، يعني هم بينالوا الشهادة نتيجة حاجات كتيرة جدا، نتيجة إخلاصهم في العمل، نتيجة تعاونهم مع الناس، نتيجة قيامهم بخدمات لكل الناس. لا لا حضرتك، احنا من عائلة صعيد مصر نعشق الشرطة ونعرف نعشق بلدنا وخدمتها، وفي يعني عائلة علي عبد الرحمن في طمة قدمت قبل كده شهداء برضو في حرب الاستنزاف وفي الشرطة سابقا. وطبعا كان وقع الخبر كان شديد علينا كلنا للمفاجأة، يعني مش أكثر، إلا أنه هو الآن في مكان أفضل. اللي إحنا صحيح. من أي واحد مننا من الذين كان خدموا في هيئة الشرطة بيتمنى أي ضابط بيطلع من بيته الصبحية وبقول يا رب يعني نكونوا من الشهداء، ما يعني دول ما فيش ارقى من كده في الدرجات كاملة يعني. طبعا فاحنا يعني احتسبناه شهيد عند ربنا، وكان مشهد عظيم يوم وداعه وجنازه عسكريه محترمه، وكان بلدنا ومحافظه اسيوط ومحافظه سوهاج كان كلهم في اثناء التشييع. والحقيقه طبعا احنا برضو كلنا مستعدين ان احنا ندافع عن بلدنا ووطننا الغالي في اي لحظه يطلب وطننا دمائنا كلنا تحت امره. وده دايما اللي احنا يعني بننتظره من حضراتكم وبنتوقعه دايما منكم، تضحيات كتيره جدا زي ما حضرتك تحدثت يا سياده اللواء، سلسله من التضحيات زي ما حضرتك ذكرت من وقت حرب الاستنزاف. احنا يعني بنحيي حضرتك وشرف لينا ان انت تكون معانا في صباح الخير يا مصر. وطبعا يعني هو زي ما حضرتك قلت في اعلى درجات الجنه، لكن دايما بندعي ربنا انه يصبر بس قلوبنا على الفراق.